وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثام 3 مواطنين من المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال البلدة، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي. وليلة أمس قصفت طائرة حربية إسرائيلية من نوع أباتشي مواقع وأراضي زراعية ببلدة بيت لهيا، مما أدى إلى اشتعال النيران دون وقوع إصابات.